أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم، صباح الخير، مرحبا بكم في تيسا ديراكت على المباشر التي ممكن تطلعوها وتتبعوها في موقع تيسا كل شارع الجزائر في الصفحة الرسمية لتيسا بالعربية والفرنسية، وكذلك في اليوتيوب وتويتر. نسعد باستضافة الأستاذ سليمان عراج، الدكتور سليمان عراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا، تحية طيبة لكم. شكرا على قبول الدعوة مجددا. طبعا احنا دائما نقود من النقاش معك أستاذ، لأن يعني الأوضاع السياسية متواصلة تتطور تتواصل في التطور، خاصة بعد المبادرات اللي ظهرت في المدة الأخيرة، غير ذلك السعي لإيجاد حل سياسي. هناك حديث أستاذ دائما في كل مرة، يعني تقريبا في الأسابيع الأخيرة، حول موضوع الحوار. الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يؤكد على فكرة الحوار، قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجنرال أحمد قايد صالح يؤكد على فكرة الحوار. الآن كيف الوصول إلى يعني بلورة فكرة الحوار وجمع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وربما ممثلين الحراك في حوار وطني شامل؟ مهم جدا في الحقيقة الحديث على مسألة الحوار. أعتقد أنه من بين المؤشرات الإيجابية اللي تخلينا نتحدث على تنظيم الجهود، لأنه من بين أهم يعني المنجزات أنه لما ننجح في تأطير المجتمع وتأطير جهود المجتمع في قالب يخدم المصلحة العليا للبلد، فهذا من بين أهم الرهانات. اليوم هذا التجاوب مع الدعوة التي أطلقها الفريق أحمد قايد صالح في خطابه من الناحية العسكرية السادسة، ثم نعم ثم أكد عليها السيد بن صالح رئيس الدولة. هذا التجاوب من قبل الأحزاب السياسية، من قبل الفواعل المجتمعية، فواعل المجتمع المدني، هو مؤشر إيجابي. لماذا؟ لأنه فيه أكثر من دلالة على أنه هو عودة للحياة السياسية، هو إحساس بالمسؤولية التي تفرضها الحساسية الظرفية الحالية. هذا كله يعني خلى الجهود اليوم يعني والأنظار كلها تتوجه نحو كيفية إيجاد آليات ولا عقد لقاءات جامعة من أجل تحقيق التوافق، لأن التوافق هو أحد العناوين الأساسية والأهداف لهذا الحوار. تعددت المبادرات والهدف واحد، وهو كيفية المضي نحو الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وبأقل تكاليف. ربما كانت فيه بعض التفاصيل في كل مبادرة، لكن أنا نشوف يعني فيها قواسم مشتركة كثير، وأعتقد أن الأولوية بالنسبة لهذه المبادرات اليوم هو التفكير في كيفية الاتفاق على شخصية وطنية. لماذا؟ لأنه اليوم نتحدث على السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وهذه السلطة هي اللي راح تشرف على العملية الانتخابية من مراجعة قوائم إلى إعلان النتائج، وهذا شيء إيجابي يقدم يعني يشكل ضمانة، يشكل عنصر من عناصر صناعة الثقة، يخلي المجتمع أكثر اطمئناناً، لأنه يعني ما رحش يكون فيه تزوير ولا تلاعب بالإرادة الشعبية، وهذا كله مسائل جد مسائل يعني مهمة لابد أن تثمن، ولابد من العمل كما قلت في تقريب على تقريب وجهات النظر. مسألة تقريب وجهات النظر تبدأ من خلال هذه الاجتماعات الدورية للمجموعات والفواعل. أستاذ سليمان، كان بالأمس كانت مبادرة من قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة، هم يقترحوا تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، تشكيل حكومة كفاءة وطنية، تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الإعلان على نتائج الانتخابات. البعض يرفض المرحلة الانتقالية، شاهدنا قيادة أركان الجيش ترفض المرحلة الانتقالية وتذكر بما حدث في التسعينيات وتقول أن هذا ربما نعرف البداية ولا نعرف النهاية. يعني كيف التوفيق بين هذا، من يطالب بالمرحلة الانتقالية، من يطالب بالذهاب نحو انتخابات رئاسية، من يطالب بتنظيم حوار شامل؟ علينا أن نكون أكثر موضوعية. شوف، هي كل مبادرة لابد أنها تقوم على 3 أسس: الإطار القانوني والدستوري، والتأكيد على سلطة الشعب، والالتزام والمواطنة. هذو 3 أسس لابد أنها تكون قائمة على في يعني في جوهر كل مبادرة وكل تصور. أنا هنا نتحفظ على مسألة المرحلة الانتقالية، يعني مرحلة انتقالية، ونتحفظ على الـ على الـ
يعني هما قالوا بأنه يا شخصية وطنية يا مجموعة شخصية وطنية أو هيئة رئاسية أو هيئة رئاسية. وش نقصدوا بالهيئة الرئاسية هنا؟ يعني بعدة أشخاص. وش نقصدوا ويعني وشكون ينصب هذا وما إلى ذلك. ربما الأقرب إلى الواقع هو أنه نتفقوا على شخصية تحظى يعني توافقية. يعني شخصية واحدة. شخصية توافقية حتى يتم ضبط يعني البوصلة، ثم أنه حجم الخلاف داخل المجتمع ما هوش بالعمق اللي ربما يدفعنا إلى تعليق العمل بالمؤسسات، يجعلنا ربما يعني نمسح كل شيء ونبدأ من الصفر. وهذه أعتقد أنه دفع نحو المجهول وتخدم مصالح أشخاص دون المصلحة الوطنية. كيف الوصول إلى الشخصية الوطنية؟ لا، واليوم أعتقد شوفنا بدأوها من الحراك الشعبي وربما والأسماء التي نادى بها، وصولا إلى هذا الاجتماعات الدورية لفعاليات المجتمع المدني للأحزاب السياسية. كان اجتماعات المعارضة نهاية الشهر. نعم في 29 فيها كما أشرت يعني المبادرة اللي كانت من قبل، كانت بالأمس. أيضا بالأمس، كانت قبلها بيومين كانت فيه مبادرة أخرى. يعني فيه نشاط، فيه حركية، يعني وهذه الحركية التي تسهل الاتفاق حول شخصية وطنية يمكنها أن تساهم في دعم يعني المسار للمضي نحو الانتخابات. وعلاش هذه الشخصية الوطنية التوافقية اللي راح تكون على رأس السلطة الوطنية؟ يعني تعوض عبد القادر بن صالح. شوف، هو دور عبد القادر بن صالح دور شكلي، ما عندوش أي صلاحيات، باش نكونوا واضحين ونكونوا نسمي الأشياء بمسمياتها. ما عندوش صلاحيات ودو وجوده شكلي، ولا يمكن له أن يمارس أي تأثير لا على السلطة الوطنية اللي حتشرف على العملية الانتخابية ولا على يعني على العملية الانتخابية في حد ذاتها. يعني الشخصية ولا على أي شيء. الشخصية تكون ولكن بحضور بن صالح. بن صالح ما يغادرش. احنا كنا ربما لما باش نكونوا ايضا واقعين، وهذه احد النقاط التي يعني يقول لك الناس وجود بن صالح هو وجود شكلي. ما عنده تأثير حتى على أي شيء. من الشارع يطالب برحيل بن صالح. نعم 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 نعم، ولكن احنا رانا نتحدث على تلبية مطالب الحراك شيئا فشيئا وتدريجيا مع احترام الطابع الدستوري للدولة ومؤسسات الدولة. إذن الحفاظ على الطابع الدستوري للدولة يستوجب أنه نحتفظ بن صالح مؤقتا. لماذا؟ لأنه نقدر نقول أنه باش نبقى في الإطار الدستوري لابد أنه يبقى بن صالح، لأنه ما عندناش الآليات اللي ربما نعوضوا بهم. ثم كما قلت وأشرت الدور نتاعه شكلي جدا، ما عنده حتى تأثير أبدا أبدا على يعني على مستقبل المشهد السياسي وعلى مستقبل التغيير في البلد. لكن هو يقوم بتعيينات. لا ولكن هذه التعيينات ماهيش يعني التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على مستقبل التغيير في البلد. وخلينا نقول أنها تعيينات مؤقتة، لأنه النجاح في الانتخابات الرئاسية وأنه يكون عندنا رئيس كامل الشرعية وكامل الصلاحيات راح كل شيء راح يتغير معه وراح تفتح ورشات للإصلاح. دور بن صالح خلينا نقول لك اليوم أنه مجرد بروتوكولي متعلق ب يعني تمثيل البلد فقط. خلينا نقول أنه باش يعني من لا يتم تعطيل الجانب يعني وما تكونش عندنا خسائر من ناحية الدبلوماسية اقتصادية. أكثر ونعطيك مؤشر آخر. احنا ربما من 2014-2015 مسألة اعتماد السفراء في البلد عرفت تذبذبا وتوقفا بسبب مرض بوتفليقة وبالتالي شفنا ربما منذ شهر كم سفير قدم أوراق اعتماده لبن صالح. ما يفوق 30 أو 40 سفير كانوا في الجزائر بدون يستنى وما قدموش أوراق اعتمادهم. وهذا أعتقد أنه يأثر على يعني صورة البلد، يأثر على حتى متعلق حتى بمسألة السيادة وما إلى ذلك. لأنه يعني نتكلموا على دول أجنبية. فهذه المتغيرات الشكلية المرتبطة ببقاء بن صالح، لكنه لن يؤثر وهو يعني خلينا نقول أنه محيد. يعني بن صالح يبقى ودي الشخصية الوطنية اللي تشرف. نعم. الانتخابات. نعم، هي التي تشرف، هي التي لها كل الصلاحية، لها كل الاستقلالية، لها كل الدعم في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تجسد الإرادة الشعبية. أيضا الحراك والشباب
مطالبين بمرافقة العملية الانتخابية من خلال مشاركتهم في العملية بالانتخاب، مشاركتهم في مراقبة الصناديق، في مراقبة يعني مراكز التصويت وما إلى ذلك، في خطوة أيضا لاستكمال يعني النضال اللي بدا يعني من اجل صناعه مستقبل افضل للبلد. انتخابات شحال تكون يعني في نوفمبر ديسمبر ولا قبل سنه؟ ما كاش يعني انه كلما اسرعنا في الاتفاق حول شخصيه وطنيه، حول ميكانيزمات العمل، كلما اسرعنا في تنظيم الانتخابات، وانا يعني نتوقع انها ما تتجاوزش ربما شهر نوفمبر، لانه ما لازمش نبقى بدون رئيس للجمهوريه ونبقى يعني ندور في حلقة مفرغة ونعيد نفس الأسئلة ونعيد، فضروري جدا أنه نخرج اليوم بإجراءات عملية للمضي نحو الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. تبقى موضوع حكومة بدوي، حكومة سيد نور الدين بدوي. تعرف الشارع الجزائري يرفض بمسيرات الجمعة، في كل مرة يطالبون برحيل بدوي، وحتى الآن هناك من يطالب بمحاسبة بدوي مثل ما شاهدنا على الأقل في قسنطينة. يعني هل رحيل حكومة بدوي ما تروح؟ أكيد بطبيعة الحال. وأنا نقول لك يعني بمعطيات في الميدان، هناك وزراء في الحكومة الحالية وردت أسماؤهم في قضايا التحقيق، في التحقيق منهم سيد لوكال وزير المالية، ويعني هذا معروف لوكال، وفيه أيضا وزراء آخرين. وبالتالي اليوم باش القضاء يأخذ مساره لازم الوزراء يستقيل، يعني هذا الوزراء لازم ترفع عليهم يعني الصفة الرسمية باش القضاء يتم مباشرة مهامه. وأنا نتوقع أن الحكومة تغادر في أقرب وقت، تغادر من باب تقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية، لأنه الإصرار الشعبي على رحيل الحكومة ما زال قائم بصورة مباشرة، وربما بعض الاستفزازات ولا بعض الممارسات التي اعتبرها المواطنون استفزازا لهم ما زالت متواصلة. وبالتالي خلينا نقول أنه من باب التنازل ومن باب مراعاة المصلحة الوطنية، أعتقد أنه على الحكومة أنها تقدم استقالتها، وذلك تفاديا لربحا للوقت، وتفاديا أيضا يعني لتعطيل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن، لأن المادة 102 من الدستور تسمع برحيل الحكومة إلا في حالة الاستقالة. نعم أن الرئيس المؤقت يمكن ما يقدرش يقيل، ما يقدرش يقيل أو يعين شخص، يعني يعين أشخاص جدد داخل الحكومة، لكن في حالة الاستقالة يمكن لرئيس الدولة أنه يعين حكومة يعني جديدة، حكومات كفاءات، ولا حكومة يعني حكومة خلينا نقول توافقية تكون فيها شبابية أيضا، لما لا، لأنه مهم جدا في أنه ونحن نؤسس للتغيير أنه يعني نضع الضوابط الجديدة التي يمكنها إعادة الطمأنينة، إعادة الثقة، إعادة الأمل إلى نفوس الشباب ونفوس يعني المواطنين. لأن الكثيرين يعني كثيرون في العلاقة في المسائلات يقولون حكومة بدوي عينت من قبل رئيس بوتفليقة قبل رحيله واستقالته في 2 أبريل، والآن هناك محاسبة تقريبا واضحة لنظام بوتفليقة من خلال المحاكمات أمام مجلس المحكمة العليا ومجلس قضاء يعني المحكمة العسكرية في البوليدة محكمة سيدي محمد شراقة تيبازا. يعني هل هي محاكمة لنظام بوتفليقة؟ شوف خلينا نقول أنه محاكمة ومحاسبة لكل من أخطأ في حق الدولة الجزائرية، لكل من تجاوز حدوده، لكل من تجاوز السلطة التي كانت ممنوحة له، لكل من تلاعب بقوانين الجمهورية، لكل من لم يحترم هيبة مؤسسات الدولة وحاول التلاعب بها، فسيتم محاكمته، لأن الأخطاء يتحملها الأشخاص ولا تتحملها الدولة. ولا يمكن أنه يعني نلقي بهذه الأخطاء على يعني ونحسبها على الدولة، بل يدفع ثمنها الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. لأنه اليوم خلينا نقول أنه هذا الناس بالأخطاء التي ارتكبوها شوهوا المؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة شوهوا الجزائر داخلين بذلك، أكثر من ذلك شوهوا العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، شوهوا العلاقة تاع المؤسسات التعليمية اللي خرجوا منها
وهذه إشارة لابد من أن نأكدوا عليها، لأنه اليوم لما نتحدث على مؤسسة تعليمية تكوينية خرجوا منها، فهنا سؤال كبير يطرح، لماذا هذا السبب؟ ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم مدامه ينتج لنا يعني من ينهب المال العام، من يعني يتعدى على حرمة الدولة الجزائرية. إضافة كما 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 قلت، ولذلك الأخطاء هذه يتحملها هم كأشخاص، مسؤولية فردية بطبيعة مش جماعية. لا شوف، هي خلينا نقول على المستوى على المستوى المحاسبة هي مسؤولية فردية، وعلى المستوى الكلي أو على مستوى الاقتصاد والسياسة هي مسؤولية جماعية، لأنه علاش رجال المال ورجال السياسة كونوا حلفا من أجل تحصيل المزيد من الامتيازات من أجل مصالح شخصية، ومن خلال ذلك أثروا على المصلحة الوطنية وأثروا أيضا على مستقبل وحاضر المجتمع الجزائري. أستاذ عرج، هناك يعني الآن أحمد يحيى وزير أول سابق، وعبد الملك سلال وزير أول سابق، وضعوا رهن الحبس الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق في المحكمة العليا. يعني ماذا عن مسؤولية الرئيس بوتفليقة؟ هؤلاء كانوا يعملون مع الرئيس بوتفليقة، يعني هو يطوم أوامر قرارات ليأخذوها حتى يستشيروا رئاسة الجمهورية، هل يجب محاسبة بوتفليقة؟ أعتقد أنه هذه المسألة يجيبك عليها التحقيق. لأنه مسؤولية سياسية على الأقل. لا 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 لا، شوف ما قدرش هنا نتكلموا على مسؤولية القانونية بالدرجة الأولى، على لأنه ما تمت الاعتداء عليه هو يعني أموال الشعب، مقدرات الأمة، تعداوا على القانون، على مؤسسات الدولة وما إلى ذلك. إذن المسؤولية الأولى هي مسؤولية قانونية بالدرجة الأولى، استغلال السلطة، استغلال النفوذ، منح صفقات بغير وجه حق، منح امتيازات بغير وجه حق، وما إلى ذلك من تهم تم الحديث عليها بالنسبة في التحقيقات نتاع المحكمة العليا. فربما في هذه المسألة أنا نقول دائما هذه مهمة المحققين، هما الأجدر وهما يعني الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة في تقديم لنا يعني الإجابات على من هو من المتورطين في قضايا الفساد وضرب اقتصاد ويعني مستقبل الدولة الجزائرية. أستاذ سليمان، كنا تحدثنا ربما قبل النقاش عن الصحافة، الصحافة كانت تتناول على أقل منذ 2009-2010 موقع تهسا، جريدة الوطن، الخبر، ليبرتي وغيرها من الجرائد كانت تناول قضية فساد، ولكن العدالة لم تتحرك آنذاك، لا قضية التحقيق، كانت هناك بعض الملفات عولجت بسرعة مثل ملف سنطرك واحد، ملف طريق السيار شرق غرب، قضية الخليفة في 2003-2004، ولكن كأن الصحافة كانت تسرق في واد. يعني وش رايك، ماذا عن دور العدالة؟ يعني ماذا، هل العدالة سؤالك يحمل شقين. تفضل. شقين من المسؤولية، لأن الإعلام كان يعيش على الإشاعة ويقتات من الإشاعة ويروج للإشاعة. مش كل الإعلام أستاذ. لا مش كل الإعلام، أنا يعني نقول لك، ولكن المشهد العام، المشهد العام كانت الإشاعة أحد أهم الإشكالات الموجودة في الحقل الإعلام وكيف تعامل الإعلام مع كثير من القضايا، وبالتالي خلينا نقول أنه وهو ما أثر على بعض المؤسسات اللي ربما نقدر نقول أنها كانت موضوعية إلى حد ما، وأثر أيضا. وفي نفس الوقت هناك غياب واضح لمفهوم الصحافة الاستقصائية في البلد، لأنك ما يمكنش أنك تتهم شخص بدون دليل وبدون وثائق مثبتة للاتهام. أكيد أكيد. قد الإعلام دوره أنه يساعد على توجيه صانع القرار نحو قضايا معينة من خلال معالجتها وطرحها وتناولها بالتحليل والأدلة والبراهين، لكنه ليس دوره أنه يدين ولا يحاسب طبعا ولا يحاسب الأشخاص، ويعطي معلومات فقط، هو يقدم ويوجه صانع القرار، فكما نقوله بالعامية أنه يعني يوله عند ربما بعض التفاصيل اللي كانت منسية ولا مغيبة، فيتم تداركها.
ثم قضية غياب العدالة، وهنا تحرك ربما العدالة. تحركها ربما علاش اليوم المسؤولين حتى الفاسدين ولا المسؤولين اللي راهم في السجن متابعين بقضايا بقضايا فساد، من بين الإشكالات أيضا لمتابعين في إطارهم هو قضية يعني استغلال النفوذ، وبالتالي استغلال النفوذ هو اللي عطل هو اللي عطل وزارة العدل على أنها يعني تتحرك في كل القضايا المتعلقة بالفساد، في القضايا المتعلقة على مؤسسات الدولة. لما تحدث الحادثة البرلمان وما حدث في البرلمان كان من بين يعني الكوارث التي عرفتها يعني مؤسسات الدولة الجزائرية، الصورة تاع الكادنة اللي غلقين بها البرلمان يعني صورة شافوها بالعالم كله والناس ضحكت علينا، وهنا ضحكت علينا وثاني وحتى الإعلام ما قصرش، لأنه حتى الإعلام الإعلام يعني عنده ما روج وعنده ما أستاذ كي يقول البرلمان بالكادنة معليش أنا هذا يعني ما تقدرش الصورة هذه ما تنشرهاش تنشرها ويعني هذا برلمان يعني ممثل الشعب بطبيعة الحال، وهذه مؤسسة تمثل السلطة التشريعية في البلد. لكن كاين أسلوب اللي نقدر نقدمه بأن نقول أنه على الإعلام أنه يكون أكثر هدوءا وأكثر عقلانية في التعامل مع القضايا، خصوصا القضايا التي تمس يعني هيبة الدولة ومؤسسات الدولة أكيد. وتمس المصلحة الوطنية يعني تمس المصلحة. أنا قلت لك أنا أدنت هذاك السلوك اللي ما عنده حتى صلة لا بالسياسة ولا بالأخلاق ولا بالقانون ولا بمؤسسة الدولة ولا أي شيء، والعدالة لم تتحرك والقضاء لم يتحرك لماذا؟ لأنه كان فيه مجموعة كما سماهم سيد قائد أركان، كانت فيه عصابة عطلت عمل كل المؤسسات التي يمكنها أن تمارس الرقابة على الأفعال، الرقابة على الأعمال، الرقابة على الأموال وما إلى ذلك. الأستاذ تتحدث عن العصابة، هناك من يعتقد أن العصابة ما زال موجودة، حتى أن قائد أركان الجيش تحدث عليها في خطابات سابقة عندها فروع يعني متفرعة في، نعم، في الإدارة غير ذلك. هناك من يقول مثلا الولات اللي عينهم بوتفليقة ما زالوا قايمين، رؤساء الدوائر ما زالوا قايمين. طبعا نحن ما نظلموش الناس، نطرح أسئلة فقط، ما نقولوش الناس كاع يدي ولا يسرقوا ولا يضروا مصلحة البلد، لكن محاربة العصابة هل يجب أن يمتد إلى يعني إلى قرارات أخرى غير قرارات العدالة؟ يعني قرارات سياسية بطبيعة الحال، وهنا وعلاش احنا ندعو إلى ضرورة الإسراع إلى إلى انتخابات رئاسية باش ننتخب رئيس كامل الصلاحيات، عنده صلاحية التعيين وصلاحية يعني إنهاء المهام، وأنه يباشر كل صلاحياته كاملة غير منقوصة. علاش؟ باش ننقيه مؤسسات الدولة من يعني بقايا العصابة. شفنا كثير من المسؤولين اللي ساهموا وعملوا على الإضرار بالقطاعات التي يشتغلون فيها، من بينهم أمناء عامون في الوزارات، من بينهم مديرين مركزيين، مديرين فرعيين، حتى موظف بسيط، لأنه علاش مسألة الفساد شبكة كبيرة. الفساد تم شرعنتها بطريقة يعني متشابكة، بحيث أنه يعني تبدأ من موظف البسيط إلى أسمى موظف داخل المؤسسة، وهذه يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى عمل، إلى اجتهاد، يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى طول يعني طول نفس، يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة بطبيعة. أعتقد أنه الشجاعة موجودة الآن وصارت يعني موجودة من الشارع، فقط أنه نستثمر في هذه نستثمر في هذه الشجاعة، في هذا الوعي، في خدمة البلاد والعباد. هناك حتى من يعتقد أستاذنا هناك من عطل حتى الملفات داخل العدالة، ولاحظنا التعيينات الأخيرة لرئيس الدولة المؤقت ربما مرتبطة بهذا، لأن العدالة توصل ملفات العدالة ولكن الناس تأخذ وقت أجل القضية، وهو نفس الشيء اللي كان كنا احنا متخوفين منه وكنا حذرنا منه بالنسبة للناس التي كانت تدعو إلى تعطيل عمل وتوقيف محاسبة الأشخاص. لأنه علاش قالوا عدالة انتقامية، عدالة وناس تقول لك هذه عدالة انتقامية وهذه انتقائية وهذه كذا وما إلى ذلك. لكن احنا كنا ضد هذا الطرح، لأنه لماذا؟ لأنه يخدم العصابة، لأنه نفس المنطق، وهذا الناس يفكروا بنفس المنطق اللي كانت تعمل به العصابة. أنا اليوم لما نسكت على من تجرأ على الدولة وعلى من أضر بالمصلحة العامة الوطنية، فأنا أمنحه فرصة باش باه يهرب
باش يحطم الأدلة باش الأدلة اللي عنده يتم كما نقولوا إخفاءها ومسحها ومحيها. والله هذا الناس أيضا عندهم علاقة بقضايا الفساد وخايفين توصلهم يعني المحاسبة ويوصلهم المنجل وبالتالي يعني هذا هو التفسير يعني الموضوعي العقلاني، ما عندوش تفسير آخر. أستاذ سليمان، هناك من يتحدث حتى في الشارع يوم الجمعة باسترجاع الأموال، الناس تقول لك محاربة الفساد ووضع شخصيات بالسجن يحكموا، طبعا احنا العدالة يتحكموا مش احنا نحكمهم، ولكن الأموال التي نهبت كيف نسترجعها؟ بطبيعة الحال، وهذه المسألة شوف هي المسألة التفصيل المهم هو أنه هذا الناس وأنه السلطات العليا للبلد والقضاء تحرك قبل أن يغادر هؤلاء الأشخاص التراب الوطني. بعضهم خارج هرب، لا فيه بعض من هرب ولكن تم استصدار مذكرات توقيف دولية وسيتم يعني جلبهم، لأنه دا الجزائر داخلة في إطار اتفاقيات. وهنا نرجع لك للنقطة الأساسية، باش نحارب أنا الفساد وباش نجيب الناس اللي هربوا ويردوا الأموال تاع الدولة، لازم نحافظ على الإطار الدستوري من خلال وجود رئيس دولة يستقبل السفراء ويعتمد السفراء، لأنه علاش باش نبلغ أنا يا الدولة الصديقة اللي تجمعني بها اتفاقيات تعاون لابد أن يتم عبر الأجهزة الرسمية. لما ما يكونش عندك رئيس دولة وما يكونوش ولم يتم اعتماد السفراء، كيف تتعامل؟ وهذا الأمور لابد أن تتم في قنوات يعني الرسمية وفق القوانين، ماشي يعني بشكل غير رسمي ولا بشكل يعني والله يعني بشكل يعني تاع صداقة، يعني هنا في الإطار القانوني والرسمي. وبالتالي أنه تفعيل هذا الخطوة وباش ننجح ونجيبوا الناس اللي هربوا أيضا يحتاج إلى أنه نبقاو في الإطار الدستوري باش تكون هذا العملية عندها جدوى وتكون فعالة. أستاذ سليمة، كيف تشوف مستقبل الحراك؟ الحراك متواصل منذ 17 أسبوع، وطبعا كانت تغيرت المطالب مع القرارات التي كانت أخذ يعني كل أسبوع، كيف تشوف المستقبل تاعو؟ يعني هل تعتقدون شوف أنا ما نقول لكش تغيرت المطالب، لأن المطالب ما زالها تطورت المطالب، لكن كنا من خمسة ربط العودة الخمسة حتى الصورة اتضحت أكثر، لأنه كان داخل الحراك من كان يشوش على مطالب الحراك ومن كان يريد زرع الفتنة مثلاً انطلاقا من الحراك. من مثلا؟ ما نقدروش احنا ما نتهموش الناس، مش بدون اسماء، لكن هناك طرف، هناك مجموعات، هي المجموعات التي كانت تستغل وسائل الإعلام التي تمارس الانتقائية في اختيار أشخاص والترويج لأفكار مغلوطة، التهجم على كانوا يتهجموا على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، كانوا يتهجموا على كل الناس الخيرين والوطنيين الذين يعني هدفهم الوحيد هو المصلحة الوطنية، كانوا يروجوا الطروحات متطرفة تخدو بنفس التطرف تاع منطقة العصابة، كانوا يخدمون أجندة خارجية وبتحالف مع دول خارجية كانت تمولهم. دول خارجية؟ خارجية. شكون الدول هذه؟ دول خارجية معروفة عند أجهزة الأمن وأجهزة القضاء، وكان يدفع لهم أموال من أجل أن يقولوا كذا وكذا وكذا، ومن أجل أن يدفعوا بالبلد نحو الانزلاق. كان هدف يعني كان هناك مؤامرة موجودة. لا، كانت مؤامرة بطبيعة الحال، مؤامرة من أجل باش يدفعوا بالبلاد نحو الفوضى ونحو الانزلاق، وبالتالي الالتفاف على مطالب الشعب، ثم يقدموا مجموعة لتمثلهم بدعم من قوى أجنبية ويتم الاستيلاء على البلد، يعني الشيء اللي بقى من العصابة يكملوا عليه هما. وما انتهى المخطط؟ لا، الحمد لله، سلمية الحراك ووعي الشباب والمواطنين الجزائريين زايد قوة المؤسسة العسكرية ودعمها لمطالب الحراك شكل قوة ردع حقيقية لمواجهة مختلف هذه التهديدات في الداخل وفي الخارج. وبالتالي نقدر نقول اليوم أنه لا خوف على الجزائر مدام اليوم الوعي تعزز أكثر، مدام أنه الناس أصبحت تدرك وتفرق بين ما يصلح وما لا يصلح، وشفنا أنه أصوات هذا الأصوات التي كانت تنعق سكتت الآن، ولماذا؟ وسكتت أكثر لما بدأت حملة الاعتقالات.
لما تم اعتقال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغير ذلك من المسؤولين قالوا الأمور جدية. إذن مش هدرا برك فأنا قلت لك لأنه لماذا عندهم علاقة لأنهم هما أيضا عندهم علاقة بملفات الفساد وقضايا الفساد. وتلحقهم العدالة يعني بطبيعة الحال. بطبيعة الحال والعدالة تتحرك تتحرك الآن في 48 ولاية. كل من تجرأ على الدولة الجزائرية ستطاله يعني سيطاله الحساب وسيلقى العقاب المناسب. وهنا خلينا نشير إلى يعني وما فيها لا ظلم ولا أي ولا فضل. ولا أي شيء فضل. لأنه شوف هذا الناس سلبوا الحقوق متاع الجزائريين تم سلب حريتهم ووضعهم في السجن يعني بالمقابل. يعني الجزاء من جنس العمل. كان البعض يقول لك الناس اللي سرقت نحيلوا من ممتلكات تاعهم كاع يعني لا هو مسألة استرجاع أموال الدولة ماشي ممتلكاتهم. خلينا نقول ربما أموال الدولة الحادثة اللي صارت من 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 من, من قبل تاع توقف الحافلات نقل الطلبة فيه اتفاقية مع الدولة مبرمة وفيه قروض اللي لم يتم اللي جات بها هذه الحافلات ما زال ما تسلك ما خلصوش الدولة يعني ما زالوا هذا الناس الدولة تسلهم الدراهم وبالتالي هذا هذو أشياء هذو ما زالهم يعني في أملاك الدولة ما زالهم يمكن استعادتها في إطار مفهوم أملاك الدولة في إطار الحجز حجز القضاء على هذه الأملاك. وهنا نرجع لك لما قلت لك أنه هذا الناس اللي مدام ما هربوش راهم هنا داخل الوطن فيمكن محاسبتهم وإخضاعهم لقانون الجمهورية الجزائرية يعني الديمقراطية الشعبية. هل ممكن يعني استرجاع الشركات الخاصة هذه؟ لأن يعني البعض يطرح الآن إشكالية أخرى بعيدا عن لأن كان بعض العمال وكان عائلات تسترزق من الشركات هذه المؤسسات وهذه الشركات تاع الدولة الجزائرية وتاع مؤسسات تاع الشعب. لما يتم تنقية هذه المؤسسات وهذه الشركات من الفاسدين والمفسدين تبقى الشركات وتبقى المؤسسات نظيفة وتاع الشعب الجزائري وتاع الدولة الجزائرية. وبالتالي يعني قانونيا وكما نقولوا وتنظيميا يمكن معالجة هذا المسائل لأنه الناس اللي راهي تشتغل في هذا المؤسسة الشركات هم مواطنين جزائريين طبعاً وبالتالي القانون عندهم يكفل لهم حقوقهم كل شيء يعني واضح وبين وما يحتاجش ربما للقلق أو للتهويل أو يعني إثارة ربما البلبلة لأنه هذه التفاصيل الصغيرة هي اللي راهي تستغل فيها بعض الأشخاص وما زالها تروج يعني للتطرف خلينا نقول انه تطرف لانه علاش الانسان واحد لما ما يكونش عقلاني ومنطقي في سلوكياته فهو متطرف. استاذ الان عندنا واحد الظاهره ما بقاش مشي بزاف وقت ولكن هناك ظاهره هناك ثلاث رؤساء احزاب في السجن. هناك عمر بن يونس من الحركه الشعبيه الجزائريه احمد ويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزة حنون من حزب العمال. يعني ماذا عن مصير هذه الاحزاب؟ البعضها كان يساند الرئيس بوتفليقه السابق من خلال ما يسمي بالتحالف الرئاسي ويبدو ان هناك علاقات مشبوهه بين المال والوسخ والسياسه. هل هذه الاحزاب تبقى ما تبقاش؟ كيفاش تشوف المستقبل تاعها؟ شوف هي المساله هنا متعلقه بمنظومه كانت سائده وثقافه كانت سائده. اولا كيف تكون هذا اللوبي؟ من خلال تحالف كما قلت رجال المال اللي كانوا يبحثوا على السلطة والنفوذ ورجال السياسة اللي كانوا يبحثوا على الامتيازات وعلى الربح السريع واستغلوا في ذلك أيضا الإعلام في الترويج لمنطقهم وبالتالي كونوا ثلة وشبكة لتدمير اقتصاد البلد ومستقبل البلد اليوم. والمسألة بدأت يعني وفي هذا المسار أيضا كانت فيه أحزاب لم يعني لم تبدي ولم تستطع أنها تفرض واقع آخر لأنها لماذا نتيجة ضعف نتيجة هشاشة نتيجة كثير من الإشكالات المتعلقة بدمقراطة الأحزاب من الداخل لأن الحزب اللي نادي من أجل الديمقراطية لابد أن يكون ديمقراطيا من الداخل طبعا ولا يمكن كما لا يمكن اختزال الدولة في أشخاص نفس الشيء لا يجب أن يتم اختزال الأحزاب السياسية في شخصية القائد يعني قائد الحزب. وهنا من المفروض مسألة قيادة الحزب المفروض تكون فيها خلينا نقول مشي دورية ولكن تخضع للتقييم تخضع للرقابة تخضع للتقييم الدوري
واللي ما نجحش في أنه يحقق مكاسب بالنسبة لحزبه وتمثيل حزبه ومناضليه أعتقد أنه عليه أيضا أن يغادر. أنا أقول أنه حتى أنا أعتقد أنه لا حزب العمال ولا الأرندي ولا الأمبيا ولا غير ذلك من الأحزاب يجب أن تختزل في أشخاص. هذا الناس اللي كانوا على رأس هذا الأحزاب بشكل أو بآخر ارتكبوا أخطاء، العدالة أدانتهم، وبالتالي لأنه هذا الحزب ما هوش مش مسمي على اسمه وما هوش هو اللي خلقه، لأنه تبقى هذه المؤسسات وتبقى كل هذه الفواعل كما قلت يعني تنشط في إطار الدولة الجزائرية، وهي فواعل تشكل جزء من منظومة ومن نسق سياسي متكامل داخل الدولة الجزائرية، شريطة احترام المصلحة الوطنية، حقوق يعني والواجبات، والعمل بما يعني يؤكده القانون. وبالتالي لها كامل، اعتقد لها كامل الحريه في العمل، وهو ربما ما رايناه من خلال حتى انه بعض الاحزاب بدات تتحرك من اجل عقد مؤتمرات استثنائيه لتدارك، يعني عندها ربما رصيد، عندها مناضلين، عندها قواعد وما الى ذلك. فهذا يعني من بين الاخطاء. انا قلت دمقرطة الاحزاب من الداخل، الديمقراطيه داخل الاحزاب هي مسألة مهمة جدا. الحرك الشعبي والما حدث في الجزائر الآن، هل يعني من النتائج تاعه مستقبلا تكون تغيير الخارطة السياسية بكاملها؟ بطبيعة الحال أنا أعتقد أنه الحراك الشعبي أعاد مختلف الفواعل السياسية إلى نقطة الصفر، وبالتالي هي اليوم مطالبة بضرورة العمل والبدء من جديد في إعادة هيكلة قواعدها، في إعادة تنظيم قوانين التي تخضع لها بما يتماشى مع التغيرات الجديدة، مع الوعي الذي أصبح موجود اليوم. لما نتحدث على حجم الشباب الذي عاد إلى السياسة، هذا أعتقد أنه مكسب على الأحزاب السياسية أن تستثمر فيه بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعني وبما يعني يساعد في تحقيق تنمية سياسية حقيقية. لأن هنا نرجع لمسألة التكوين داخل الأحزاب ومسألة التنشئة السياسية. تكوين لما يخلوها بجهة ما كانش اهتمام بها. ما كان لا تكوين ولا تنشئة سياسية. كان بعض الأحزاب مش كل الأحزاب. يعني والله شوف باش ما خليني وأنا لما نتحدث على الأحزاب ليس جلدا لهم بل إيمانا بالدور الذي يؤدون فيه. كمؤسسة. يعني الحزب كمؤسسة تنشئة سياسية وجوده مهم. لكن يجب أن نقول لمن أخطأ أنك أخطأت، ولمن أصاب أنهم يعني قد أصاب. وبالتالي هذا يعني بقدر الأهمية ربما يأتي يعني مسألة المعاتبة على عدم إتيان الاختصاصات والأدوار بالفعالية المطلوبة. أستاذ قبل من هي عندكم، قلت لي عندكم ندوة في الجامعة الجزائر. نعم، نحن بصدد التحضير لندوة ولجلسة علمية نقاشية بعنوان الانتخابات الرئاسية رهان للاستقرار أو متطلب للاستقرار ورهان للتوافق. هذا الموضوع نحن بصدد التحضير له في الأيام القليلة القادمة بكلية العلوم السياسية والعلاقات بجامعة الجزائر، من أجل مرافقة يعني كنخب أن الجامعة ترافق ضروري، لأنه الجامعة هي أيضا مؤسسة إنتاج علمي وأكاديمي، تقدم الأفكار، تقدم التصورات، تقدم أيضا يعني ربما ما يجب أن يكون، وتقدم أيضا قراءة فيما هو كائن بما يخدم المصلحة الوطنية. وهذه أهمية الجامعة في مرافقة صانع القرار، وهذا دور أعتقد موجود في كل الدول المتقدمة، وهو ما يبرر أيضا مسألة المصاريف والنفقات على الجامعة من أجل إنتاج المعرفة. طبعا وهذه يعني هذا إيمان بالدور الذي إيمانا منا بالدور الذي تؤديه الجامعة، ودعما للمصلحة الوطنية. طبعا يعطيك صحة أستاذ سليمان العرج. شكرا لكم. أستاذ علم الدكتور سليمان العرج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، إن شاء الله عنده التقوا بك مستقبلا لتحليل الأوضاع السياسية قائمة في البلاد، وشكرا على قبول الدعوة بكل مرة. أيها الأخوة الأخوات، شكرا على المتابعة، نلتقي لاحقا، إلى اللقاء.